وإلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب. فخسر رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 772.402 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 54% ليغلق عند مستوى 11978 نقطة. تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2370 نقاط. هبط مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 49% ليغلق عند مستوى 3369 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 15.64 للشراء و 15.77 للبيع. اليورو سجل 17.77 للشراء و 17.92 للبيع، في حين وصل الاسترليني إلى 21.25 للشراء و 21.44 جنيه للبيع. بالنسبة للعملات العربية، سجل الدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و 4.29 للبيع. سجل الريال السعودي 4.16 للشراء و 4.20 للبيع. إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث شهدت أسعار الذهب استقرار مع توقف التداول على المعدن الأصفر في البورصات العالمية، كذلك السوق المصرية. سجل 1790 دولار للأوقية. أما على الصعيد المحلي، فسجل الذهب استقرار بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للسوق الصاغة. عيار 18 سجل 675 للجرام، والذهب 21.788 جنيه للجرام. الذهب عيار 24 سجل 900 جنيه للجرام. وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 6304 جنيهات.